بمقدور يعني حقيقة حكومة الكاظمي، لنتحدث بكل وضوح، حكومة الكاظمي هي الأفضل للعراقيين نحو بناء بلد نحو ما مستقر بعيدا عن التجاذبات السياسية، ويحاول الحصول على التوازن الدولي بإبعاد إيران من السيطرة والتحكم بالشأن العراقي إلى مرحلة الجارة، وهذا شيء يفرح. نحن لا نريد حربا مع إيران، نحن نريدها أن تكون جارة كحال كل الدول. وبالتالي أرى في أن الكاظمي يمضي بخطوات إيجابية في حصر السلاح بيد الدولة، لكن هذا لا ينتهي بأيام أو شهور. نعم. هذا موضوع يعني تراكم منذ سنوات. هي تظهر هذه الفصائل، كانت في السابق بعد عام 2003 تشكلت بشعار المقاومة، ثم عادت بعد عام 2014 بسلاح أقوى، بانتشار أكثر، حتى وسعت من تواجدها بطريقة الوصول إلى البرلمان، ربما إلى بعض الوزارات التي أو المؤسسات التي تدر عليهم بالأموال. هنالك ربما حتى موضوع غسل الأموال التي نراها في بعض ربما النشاطات التي لا نستطيع أن نذكرها أو نركز عليها كي لا نلقي الاتهامات، لكن بالتالي أن الفصائل أو جماعات الضغط بصورة عامة انتشرت وأصبحت حقيقة بقوة عميقة جدا. وهذه القوة يجب يعني أن نعطي الكاظمي الفرصة. القوة هذه لا تذهب بأيام ولا بشهور، وعلى المواطن العراقي أن يعرف جيدا خطورة الموقف. ربما التظاهرات التي خرجت والتي صاحبها الوعي في العام الأخير، أنا أرى المتظاهرين هنالك وعي بالموضوع، هنالك دعما للحكومة الحالية وإن كان خجول، ربما الشعارات لم ترفع، لكن بالتالي ما تحقق حتى الآن يحتاج إلى يعني فترة أخرى. هنالك ربما أتوقع حتى حزيران عام 2021 ربما ستكون هنالك اعتقالات على مستوى أكبر من الأسماء التي سمعنا بها. بتقادم الأيام هنالك تقويض للنفوذ التي حصلت عليه هذه الجماعات، إن كانت في السلطة التنفيذية وإن كانت في ساحات المعارك كما تدعي، أو في الدور السكن التي استغلتها حقيقة التابعة للحكومة، وتارة قطع الشوارع وغيرها. فالفرصة موجودة لكن الزمن